اركض اركض اقل انسان دخيل عينه بيبسطوا فيها الخضروات وبيعوها ما شاء الله فرس اصيل وعي جميله يلا بسم الله حصير يا بردان حلو كله بهي البردان وبده ينزل البضاعه ويشيل البضاعه انا عم ربي اولادي وعم ربي اخواتي هلا دخيل عينه هلا حيو 1800 ليره البردان وهي هون احلى منظر ممكن تشوفوه خديهم وزعي منه لقرايبينك قولي يا رب حيد وصلنا على سوق الهال يا عائلة الأكابر. طبعا أنا كل ما أوصل على سوق الهال تضيع، أو بالأحرى هو السوق بضيع. هلا عم دور على شاب اسمه هشام، هو اللي أمن لي هاي الحلقة إني اشتغل طنبرجي ليوم كامل، فادعونا يا رب. الله يعطيك العافية. ليكو اللي لابس جاكيت ازرق. ليكو تشواري سيد هشام كيفك؟ شو اخبارك؟ حبيبي سيد هشام هو اللي امن لي حلقه اليوم. دير بالك معلم، منيح لابسين جزمات. بس في برد والله. جدا مزري. ايه والله برد. شو بدنا نعمل هلا؟ والله هلا نحن حنتسوى رزقه مبدئيا. اوكي. عرفت كيف؟ ونحطها مع ابو قصي على الطنبور. اللي انا بدي اشتغل معه اليوم طبعًا. اسمه ابو قصي؟ طبعا. تمام. بدك تطلع تشتغل معه وتبيعه الرزقه وتشوفوا شو بدكم تطلعوا باليوم. خلص حاضر. هيعلمني كل شيء هو. ايه نحن طبعا هلا انا في شخص هون دائما باخذ من عنده اسمه ابو محمد. تمام. بقى اتصل فيني امبارح قال انه جايتهم يوم رزقه حمضيات مع وردي وبردقان وكذا، بقى رايح شوفه هلا. اليوم يعني حمضيات نشتغل. إيه. انا قلت لحالي خضره وما خضره. والله حسب السوق من سوق. خلص. يعني حسب الشيء اللي بنلاقيه بالسوق. لعيونك. بناخذه ان شاء الله. يلا يا رب، وينه هو هذا الشاب؟ شرف. يلا قل لي شو بدك، انا اليوم اعتبرني شغيلك. قد ايه البردقان عم؟ البردقان قد ايه؟ بقول لك 2000. الكيلو 2000، هلا بيفرق احيانا الكيلو بين شخص وشخص 1000 ليره. اوه عرفت، احيانا 2000 ليره، حسب. بيقولوا مربحك مسواقك، حلو الحكي؟ تمام. بيكون المربح، شلونك ابو محمد؟ شوفي اليوم شو جايب اليوم؟ شو اخبارك الله يسلمك؟ والله في بلدي وفي ما وردي. قد ايه قبنتهم اليوم؟ قبنتهم 2000. كلهم قد ايه بيطلعوا ابو محمد؟ هي يعني انت عم ترجيها انه يعني منيحه؟ ايه ما وردي هذا. ما وردي للعصير. هذا كله حواش طازه طبعا. هي شغل وين عم؟ كله شغل الساحل. كله شغل الساحل. ابو محمد على 1300 قبنتهم كلهم هذول؟ على 1300 كلهم؟ كلهم يلا قبنهم ونعم بالله. الله يعطيك انت ترفع لك القبعه وانا بتشكرك من قلبي على برامجك الحلوه اللي متابعين برامجك وكلك ذوق على برامج حلوه حبيب قلبي هالشعب. حبيب قلبي خجلتني انت من العيله تبعي كلك ذوق والله حبيب قلبي الله يسلمك. هذا الميزان هذا الابان ابان أيوه. عفوا ايه 1300 بيطلع هون عندنا المبلغ الاجمالي. ايه تمام. هلا بيجي ابو قصي بنحملهم على الطنبور وبنطلع بنتسبب فيهم بشوارع الشام. ليك ابو قصي هو مستاجر الطنبور مبلغ 60000 ليره باليوم. 60000 ليرة؟ ايه طبعا. اول شيء بيطلع اجار الطنبور بياخذ هو 80% من الربح وانا باخذ 20%. هو 80% إيه؟ من المربح وانت 20. انا 20% باعتباره هو اللي عم يطلع على الطنبور وانا راس المال مني والبضاعه مني. واجار الطنبور منك كمان؟ لا اجار الطنبور مني ومنه. اوكي. يقتطع من الربح. خلص. والربح 80% بياخده هو و20% انا. خلص تمام. عرفت؟ تمام. هو وضعه شوي صعب لانه ما بيناسبه انه هو يشتري رزق او يدفع حق الرزق. كتر خيرك وخيره. ابو قصي ساعده لابو قصي. مرحبا ابو قصي. ورجع الطنبور لورا. انا اسمي وارف، اليوم رح كون انت معلمي. على راسي. الله يخلي لي اياك. توصى ابو قصي يعلمنا اليوم كل المصلحه. رجع الطنبور لورا. معناتها هلا شو هلا نعمل؟ رجع الطنبور لورا ابو قصي وحمله. معناتها يا عائله الاكابر بلشنا شغل اليوم، رح احط الشنطه على الطنبور ونبلش تحميل. دخيل عينك حبيبي شو اخبارك؟ صديق الانسان. دخيل عينك حبيب قلبي الله يخلي لي اياك. متابع لك. حبيب قلبي انت من عائله الاكابر. يلا بلش. حطوه على الطنبور. يلا. Thank you.
لحظة خذ بيان كيس واحد مشان خالصين. حطوا يلا. ويكون خالصين ها؟ هلا كلهم 473 كيلو ضرب. ضرب 1300. 1300 بيطلع حقهم 614,900. 614. حملوهم على الطنبور. يلا حاسب أنت. يلا. بينباعوا اليوم معنا عمي أبو قصي؟ الرزع على الله. صح ونعم بالله ها؟ هلا بتطلعوا انتوا انت وابو قصي خالصين على الشغل بتفتلوا بشوارع الشام وبتتسببوا يا رب ووقت تنفقوا الرزق ان شاء الله اجتماع كم ساعه بدنا نشتغل عمي ابو قصي والله يعني لا قبل ما تعتم العين ان شاء الله حصان ان شاء الله الله بيجبرهم بنص ساعه مو مشاننا مشان الحصان بدنا نرجعه لصاحبه صح 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 يلا امرك معلم اهلين يلا بدكم شيء يسر تفضل عمي ابو قصي شو بدنا انت اطلع بالاول على الجنب الثاني هذا تقعد هون يلا ها هاي على الجنب الثاني يلا يا رب يلا بسم الله سلام عليكم يا جبار يا رب يا جبار يا رب رزق الحلال يا رب يا رب يا رب هلا رح ندور بشوارع مدينه دمشق ونتسبب انا وعمي ابو قصي وما في اطيب من الرزق الحلال فبشوفكم هنيك سلام يا رب روحي جميله اسمها جميله اه نفس هذا يا عائلة الأكابر اسمه شارع خالد بن الوليد هون مثل ما كنتم شايفين على اليمين وعلى اليسار بيبسطوا فيها الخضروات وبيعوها وهون السوق كامل صورناكم حلقة كاملة فيه سوق كامل ببيع خضرة كونسروة معلبات دي عمرك عمي أبو قصي 32 32 البركة عندك أولاد متجوز؟ إيه والله كم ولد عندك؟ ولدين ولدين؟ سالي وقصاي سالي وقصاي وأنت أبو قصاي؟ أنا أبو قصاي حبيب قلبي لما بكون بشتغل اسم الحركة تبعي أبو عرب والله والنعم عمي الله يسلمك حلو أبو عرب أبو عرب معلم على عمي أبو عرب دخيل عينه الله حياك إن شاء الله اليوم بنخلص رزق على بكير كلياته وبنرجع أنت هذا هو حملك بشكل عام هذا هو كل يوم هيك بإذن الله كل يوم كل يوم هيك بإذن الله بس حباب الأستاذ هشام إنه هيك يعني كتر خيره يعني إيه هذا الديل اللي عامله معك إنه 80% إلك و20% إله كتر ومشاركة خيره. أنت وياه 60,000 حجار نعم هلا نحن عائلة الأكابر رح نضل عم نشتغل طول النهار لنبيع الرزق كله يا الله إذا الله يسر يا جبار يا جبار هي اسمها جميلة مو؟ جميلة يا عيني على جميلة عيني قد ايه عمرها بتعرف قديش عمرها؟ شي سبع سنين سبع سنين عمرها سبع سنين بركة ما بتدللها بالطعمية؟ لك يلي بقدر عليه اي تمام يلي بقدر عليه طيب هلا نحن بس بنمشي لحدا يأشرنا ولا نحن باعتبار المهنة اسمها طنبرجي؟ نحن بننادي بين الحارة شو بتنادي؟ قلي شو علمني يلا بردان ابصر عسال بردان حلو كله مي البردان ابصر عسال ابصر عسال بردان ما وردي عسال ابصر حلو ابصر حلو كله مي حلو كله مي للعصير نعم. احنا معنا كم نوع احنا بالضبط معنا بلدي للعصير بلدي للعصير مع وردي وماء وردي ومعنا ليمون ماير كمان للعصير كله للعصير للعصير وسعر الكيلو بيختلف من منتج لمنتج لا نفس الشيء كله لانه من عندنا قديش رح نبيع ب 1800 1900 احنا بنبيع بالكيس غير التنقاية ما في بالكيلو عنا لا بالكيس كامل مثل ما هو خلص والكيلو ب 2000 ب 1800 تمام يلا بدها هيك صوت اجش ايه تطلع هيك ماكني يعني يلا ها يلا بردان ابصر عسل بردان حلو كله مي البردان يلا بردان ابصر عسل بردان العصير يا بردان العصير يا بردان حلو كله مي البردان ما شاء الله عليك تمام. كان يسمع يلي بالبناية ممكن يعني البنايات ينزلوا يشتروا نحن بنطالع لهم هي كمان مهمتنا نساوي يلا بقول لك زين وطلع هو ما له متعطل اذا حدا كبير بالعمر او كذا اغلبهم كل يعني. الاحوال هو ما له متعطل بقول لك طالع لي ما بدك الله معه بيأمنوا مثلا نكون احنا عم نزين على الميزان صح وهيك عندهم ميزان بالبيت في كمان ايوه في عالم شاطره الحمد لله بس احنا ما بنلعب بالشغله الحمد لله نطعمي اولادنا لقمه نحن بالحلال معرفانين العين هذا حكينا اهم شيء نجيب اللقمه الحلال صح يلا بردان ابصر عسل بردان عايش بالاجار عندي ولدين بيتي باخر بيت بالجبال اخر بيت بالجبال حاره مقام الأربعين طيب في مجال بس ما نخلص شغل نطلع نشرب عندك كاسه شاي اهلا وسهلا صدر البيت لك لا بس سرني كاسه شاي نتشرف عليك الله يسلمك يا رب واهلي فوقي بالبيت اللي فوقي كمان اجار قديش الاجارات فوق تقريبا والله يعني 300-250 بالشهر. على هوا البيت اوضه واحده يعني انا اخذ ولدين ومرتي وانا وفوقي اوضه كمان لاهلي امي واختي وشلون الكهرباء فوق والله يعني ساعد زمان كل يوم ساعد زمان الحمد لله الحمد لله شيركول ولا تروح على الدكتور الشيركول فيتامين سي بردان لا تروح على الدكتور حلو كله مي البردان فيتامين سي بردان روحي عطية جميلة هيك الواحد بيه
كل واحد بيده. بدك تروح على اليمين بتشد طرف واحد، طرف ثاني ما له علاقه. يا عيني عليك. بدك تهدي بتشد الاثنين بحنيه مثل ما بتدعس على الفرام. يا عيني عليك. وصلت معلم. ما راح تطلعني من نهايه الحلقه غير احسن تنبرجي على راسي. شيخ الكار. شيخ الكار. ايوه. شوي على ايدي اليمين. على اليسار. على اليمين. كبر كوعك مثل لما بتكون عم تكبر كوعك بالسياره. يا عيني عليك. هلا برجع بجلي. شلون هو على كيفك معلم؟ هو على كيفك ذكي. بس توقف الاشاره بتوقف لحالك. خلص اتعود. انا والدي كان يشتغل نفس الكار، يبيع ملح على الطنبور. في 4 أشهر عم يقطع، عم دعسه واحد على 100 دور، عطاك عمره توفى. توفى ابوك بحادث ميثاق؟ اي والله. عمر لك يا حبيبي. الله يسلم عمرك. ورثنا هالكار. عندك شيل هذا المقطع تبع ابوك؟ لا لا عادي عادي. الله يرحمه مشان يدعوا له بالتعليقات. معليش. إذا المنطقة هي محل ما بيع لهون بالعدوي، كلهم بيعرفوا أبي، بيشتروا مني. يعني إنه أبي ضل شي 50 سنة بهذا الكارب، يعني كان يبيع مازوت وبعدين صار يبيع ملح، بقى صاروا على صيت الوالد يشتروا مننا العالم هنيك. يعني عرفت شلون؟ في عالم بتخاف تشتري من أي بياع. ممكن حدا بالسيارة يقول لك صفلي على اليمين. هو نحن للسيارات منبيع أكثر، يعني هذا الكيس وزنه تقيل. تفضل زيل دو مسامة. على راسي والله أحسن بضاعة هلا محملين والله. يا جبار 1800 عمو. 1800. قرب روحي قرب. قدامكم على إيدكم اليمين اسمه قصر العدل. يا رب. أي قلعة دمشق. بتتعب هي كمان طول النهار لك لكن بتهديها شوي من وقت. هلا هي هيك هذا المشي ما بيتعبها. ما بيتعبها. ما بيتعبها لا. هلا ما عم لك انا اغلب الاوقات بصف على الاستراد بتكون هي واقفه مرتاحه، يعني ما عليها تعب. تمام. انا بتعب اكثر منها. موضوع الطنبرجي بده شخصيه قويه وجسم قوي، لانه انت عم تتحكم طول النهار بالبغل او الحصان. نعم. او الحمار. نعم. بحالتنا نحن عم نتحكم بحصان. نعم. وبده ينزل البضاعه ويشيل البضاعه ويوزن الهي طالع عالبناء مثل ما قال ابو قصي. يلا روحي. في ناس كبار بالعمر مثلا، او في ناس خلص وزني وطلع لي. ما شاء الله فرس اصيل. هاي هوت روحي جميله. هي ما راح يبان معكم بس من تحت عم تطلع شراره. هلا هي ما لها اسرار. احنا بننزل على سوق الهال مثلا، اشترينا هدول ب 1300. تمام. منبيع ب 1800. منبيع ب 1800. الكيلو بيربح 500. اذا محمل مثلا انت بضاعة بتنباع بالكيلو، بدك توقف مكان مزدحم، كان الرايح والجاي يشتري منا. هي البضاعة اللي معنا بدها وقفة على الشارع. تمام. مثلا بتكتب بردان للعصير على فلينة، سعر 1800، بيصب زبون، حط له كيس بالسيارة. يلا. بيصوت الله. او مندور بين الحارات. هلا هون هي المنطقة بين الحارات بيحبوا الحمضيات. تفضل. وين انت مشوارك الطبيعي؟ ما تقول والله عم يصوروا. انا جاي اشتغل مثلي مثلك. خلص اتكلنا على الله. ونحن اي حدا مثلا ما بده يشتغل عند حدا، بيحب يشتغل عمل حر، فنحن عم ننصحه بهالموضوع. لا. تعال اشتغل طنبرجي. انت بتتضايق اذا حدا قال لك طنبرجي؟ لا لا مو مشكلة. هي مصلحة. لا لا مصلحة. بس انا بدي اقول لك شغلة يعني خارجة عن التصوير. اللي اللي ما بيمشي الحالة. لا بس نوقف تصوير عشان ما ننزع سمعة المصلحة. يلا بردقان. يلا بردقان. ابصر راح اسال بردقان. حلو اطيب مثل الرمان. يلا بردقان مي على حلو البردقان. شغل العصاره ما في خساره. ابصر راح اسال. اوعى خالي اوعى روحي. اوعك يا عمري اوعى. نحن حاليا هلا يا عيلة الاكابر بشارع بغداد، من الشوارع الحلوه والها ذكريات عن كل الشعب السوري. قرب بردقان. قرب بردقان. أطيب من الرمان. اكتبوا لي بالتعليقاتكم يعني اشتغل هي شغله بيع بطاريات. يلي عنده بطاريات، يلي عنده كراسي للبيع. هي الشغله شغله مدلله. هي اربح من هي الشغله. والله بدي اشتغلها. اذا بتجيب مصاري اكثر بدي اشتغلها. اكتبوا لي بالتعليقات اذا بتشجعوني على هي الشغله. بائع خرده متجول. ايه ببيع وبيشتري. وبيشتري وبيلم. بنلم بلاستيك وبنشتري بطاريات من العالم. كراسي مكسره ممكن نصلحها. حديد بيشتروا. غسالات منزوعه. صوف تبع فرشات هي القديمة. ايه حلو. هذا الصوف صاروا يشتروه هلا. ايه تمام والله بدي اشتغلها. نحن وين رايحين هلا بالضبط؟ نحن منفوت بين هدول الحارات. هي العمارة شو اسمها المنطقة؟ ديوانية. العمارة ديوانية. يلا. بتنفذ على بعضها. يلا. هذا رفيقنا. السلام عليكم. ليك والله عم يبيع موز وابو غالي. على كيفك. ايه بس هلا ما دقتهم انا هدول. قال لي عليهم بس ما دقتهم. شو يعني ما دقتهم؟ قال لي مو طيبة ما فيها حلاوة. مالك داعي بحياتك؟ لا والله. ابو غادو. ولا مرأة من قدام. ابو غادو. هيك قال لي اسمه. عندي اليوم لك عزيمة مدللة على شغلة أبوغادو بتاخذ العالج على رأسي. شرف. تفضل. يلا. سلام عليكم. يعطيك العافية. سلام عليكم.
انا اسمي وارث. صباح الخير، وين الشايات؟ لا تخجلنا الناس. يا حبيبي والله ما بدنا غير نسلم عليكم. قلت لك كيس بردقان معي، بردقان ما وردي على كيفك. يلا على راسي. ما استفتحنا والله، هلا حنستفتح منه. شو بدك تاخذ؟ ليمون، عندنا ليمون وعندنا بردقان العصير. بردقان ما وردي. بردقان ما وردي، انت نقي اللي بدك يا معلم. كل البضاعه طيبه. تعال على الكتات، اذا في حبه عاطله بيرجع. هذا الزيرو كبسه طويله اشتغل الميزان بس ليصفي. صفى يا سلام. هلا هات هات عنك يا رب. بسم الله. نضرب 1800 بيطلع حقه 27600 27500. تكرم الله. عشت. هات عنك 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 9 8 9 10 11 12 13 17 بزد لنا 10 ما مشكلة. يلا على راسي. حط لك اياهم السيارة يا رب. استفتاحا مباركة بالصلاة على النبي. تفضل حجي دوق ان شاء الله بالهنا والشفاء. يلا شرف معلم. ولك احلى جميلة بالعالم. دخيل عينك شو حلوة. ايه دخيل عينك يا رب. يلا بسم الله. طلع عمي طلع عمي. تعال يا رب. يلا تعال. بسم الله يا رب. قال شو طلع الاستاذ ابو قصي ما بدي اقول قدام الكاميرا، قال انه مو موفية معه. مشكلة انا اذا ما نفقت بنفس اليوم، يعني مثلا هذا اجاره فرضا 60 تمام، هدول بيربحوا 100، اذا ما بعتهم اليوم انا زاد معي منهم لبكره، اشتغلت ثاني يوم راحوا كلهم للحصان. تمام. ريت انا شاغل يومين ببلاش، صاير ما في بيع. هلا مثل الدنيا اخر شهر العالم بتعرف طفرانة. الحمد لله الحمد لله. هذيك اليوم واقف على الشارع، صارت الدنيا شي الساعة 3 لسه ماني بايع ولا كيس. يا رب شو بدي ساوي؟ ما فجأة هيك من الصاعة صفوا 4-5 زباين نفقت، مثل ما بيقولوا ساعة من ساعات وبتقضي حاجة. صحيح. أنا نفس الشيء صار معي لما عملت حلقة بياع بسوق سوداني. ما اشتغلت ما اشتغلت ما اشتغلت، بعدين كفت وكفت العالم. عم قلها فجأة. ما بعرف إذا حضران لي حلقات، قلت لي مالك حضران حلقات. والله سألتك ليش مو حضران؟ أنت أرجيتني جوالك، أرجيني جوالك بالله. هذا موبايله، قال لي وين بدي أحضرك أستاذ؟ قلت له ما بيطالع هذا غير قناة وجيب أحسن من هيك موبايل. الله كريم. هلا أنا كان معي جوال منيح يعني فيه فيس وفيه، بس اندائس الامور شوي من بعده. بعته الحمد لله. الله يرزقك يا رب. الله يكرمك ان شاء الله. هيك الله بيرزقك. اشتري لحالك الحصان تبعك وعربايتك، تخلص منها 60000 ليره تبعك. ابي عاش 60 سنه لا اشترى حصان ولا اشترى عرباي. عم يربي اولاده ويطعمي اولاده لك. وانا عم ربي اولادي وعم ربي اخواتي. هلا انا بس حابب اقول لكم على معلومه كثير مهمه، انه شو الفرق بين الطنبرجي والمهنه الثانيه اللي اسمها العربجي اللي عملوا منها مسلسلات. انا بظن انه في خطا كان بالمسلسل، انه حاطين هنا العربجي اللي عنده عرباي مثل هي ببيع عليها خضره وكذا. عربجي اعزائي الكريمين جاهزين، كمان هي بغل او حمار او حصان، بس يلي بنقل فيها ركاب بتجي مسكره كان المطار ياخذ فيها ركاب يجيب فيها ركاب. هي المهنه اسمها العربجي، المهنه اللي بيحمل فيها خضره وبيفتل بالشوارع وبصير بيصرخ وكذا تعالوا اشتروا وكذا، هي اسمها الطنبرجي. نعم. صار لما واحد بده يسب الثاني بيقول له يا طنبرجي. بالثلاثينات كانت كل فتره كان في عندكم احزاب وسياسات وتكتلات، فكانوا مثلا الاحزاب ضد الحزب الثاني شو يعملوا؟ يستاجروا الطنبرجيه، يعملوا مثلا هدول اجتماعهم كان باماكن مفتوحه بالقهاوي كذا، يستاجروهم بيقولوا روحوا بسطوا ناحية القهوه الفلانيه او ناحية المكان الفلاني وبلشوا صرخوا. فكانوا يقعدوا يعملوا هذيك اجتماعات وبتعرفون يعني اجتماعات وكذا لازم يكون في هدوء وكذا، فصاروا يصرخوا الطنبرجيه قرب بندور قرب مثلا، ينزعوا عليهم الاجتماع كلياته فيضبطوا ويمشوا. فمن هون اخذ بلش ياخذ عليها صيت شو معلم؟ طنبرجي. صيت السيء بكلمه الطنبرجي. نعم. انه هذا اللي بيصرخ كثير طنبرجي، عرفت كيف؟ هلا الطنبرجي ما لها كلمه سيئه، هي مهنه قديمه، زلمه معيل لاسره وقال اخواته بعينهم، يعني هي مصلحه موجوده شئنا ام ابينا، موجوده موجوده. للعصير يا بردون، ما وردي عسل بردون، للعصير يا بردون. وينه عمو ابنك بده يشتري؟ لتم الحاره تبعه، يلا رايح لعنده. على راسي زبون يعني هذا في الوالدة. الله الله يرحمه تعيش تترحم. هل اذا اجاك هيك زبون وخواجه ونازل سياره مرسله بتقول له ب2000؟ لا والله ما بتقول له. مثل ما ببيع الكل كله بيعه كله سواسي. هذيك اليوم رفيق عم يقول لي هيك، قال لي خرب بيتك سعودي هذا، سعودي سعودي شو بيساوي له؟ هيك حق الرزق خلص. الله يرضى عليك. سلام عليكم. الله يرضى عليك. سلام عليكم. مرحبا بشادية. الله يجبر عنا مي على حلو البردان. على راسي بيعرفوكم المنطقة. هي ما تلاق بيعرفوا الوالي. خلص بتمرق هون. معلم أنا فايت نادي بالحارة، أنت دير بالك على جميلة. لك نادي وين بالحارة؟ هون بالحارة. بتنادي هي الحارة بسكرة. بنادي وبرجع مشان اللي جوا يسمعوني. يلا. يلا بردان، حلو كله مي البردان، أبصر راح أسال بردان. جيب لك الميزان.
ايه بعد اذنك. يلا. ليمون ماي. ليمون معصور من الساحل. طيب. هذا عمي 16 كيلو 800 جرام. بيطلع حقه 30 جرام. في عادي في ليمون. على راسي وعيني. رمينا. تأمر أمر. ها. خذ حطه على الله. روحي هذا وزنه 15 و600 جرام. بيطلع حقه 28 و100. الله الله يعوض عليك. إن شاء الله هنا. أهلين بالحجي. تفضل شري سيم ودوء مسامح احب النبي 10 20 25 وهي الله يعوض عليه ان شاء الله هنا اذا ما بتقدر تحمله لوصل لك يا عمي على راسي يلا الحمد لله والله حارة. الحمد لله مي على حلو البردان الرب بردان ايوه تفضل 1800 اختي تفضل يا اختي على راسي الخمسة بألف وتمعمية يلا ها 7.5 اختي 9 سنين بصف الاول على كيفها 9 بيطلعوا يا حجي مظبوط كلامه خلاص انت على طول معي عم اقول لحالي ليش عم تخسر ما عاد اطلع على الشغل بلا اقول لحالي ليش عم تخسر اول شيء اعطيني 7.5 حق 5 كيلو خربطنا والله لا انا ما فاتت بمخي لا مو ظابطه ضربتها عم طلعت 3000 عم اقول لحالي ليش عم يخسر ابو صاي هذا حكي مشان هيك مو موفيه يا زلمه يا زلمه الله يرزقني ويرزقك امين يا رب الرزق الحلال امين ليش ما بتقول ب 1800 قول ب 1800 سعره لما بلشنا بشارع خابين وليد عم ينباع ب 2500 3 انت 1800 سعرك مرتب كثير وبهلش وليكوا البضاعه شو مرتب يعني شقيناها بايدنا اللي معه اذاعه بيسجل على الاذاعه وبيريح راسه بتضل هي تنادي كل النهار انت هي بتناسبك نحن بتكلفنا مليون ليره نحن قد الاذاعه ليش هي الاذاعه بيكون فيها يعني اذاعه هذا المكبر الصوت مكبر صوته بيجي مسجله هيك وبدها بطاريه دير بك دير بالك لا لا على كيفها حافظه الطريق جميله بصم معلم هاي الحارة من النادي فيها يلا تكرم عينك لآخرها للصدر للصدر أمرك مي على حلو البردقان 1800 البردقان الرب دو البردقانات حلوين وتازة وطيبين الرب بردقان الرب بردقان حلوة وتازة البردقان بردقان برجي أبر عن جد الرب بردقان 1800 البردقان الرب بردقان 1800 البردقان ما شاء الله صوته لهون موصل ما شاء الله عليه هدول 4 كيلو و 380 هدول 7000 كم من 8 25 حاحط لك اياهم هون الله يعوض عليك فداك عمي حبيبي الله يسامحك حبيبي خلي عناك خلي عناك استوى بانو طابع عمو يلا تكرم عينك عمو تكرم عينك يلا استنى الاسانسير كمان ان شاء الله بالهناء والشفاء يا عمو خلي لي اياك يا عمو $12,700 و 12,500 شرف عمي الله يعوض عليك شكرا يا عمو شكرا يا رب لك هو المشكلة إذا كان رخيص بتخاف العالم بتقلك يمكن مضروب صح وإذا كان غالي أنا واحد منهم عم قلك وإذا كان غالي بيقلك غالي ما بدنا بتحتار معه يعني اليوم لهلأ صار عنا موقفين بالحلقة أول موقف صار معنا إنه قال للخالي 7500 هو 9000 يعني كان خسر 1500 ثاني موقف معنا الزلمة اللي عم يشتري منا فكر حاله أعطانا المصاري لما رجعنا نحن للكاميرا طلع ما أعطينا مصاري هو معلش اليوم نحن يعني في وضع كنت تعرفوه اليوم نحن عايشين يعني عيشة طالعين من حرب لسه مخنا مشلوش ولساتنا ما يعني وانا ما قربت عليه للزلمه يعني بعرف ايه فرجعنا للكاميرات طلع الزلمه محاسب ومبين عليه يعني الزلمه ابن نعمه فمو مو قاصد يعني هو فكمان كان راح علينا 15000 ليره بيعوض الله تقعد تمسك جميله ولا ننزل انا وياك الرب بردقان الرب بردقان 1800 ليره البردقان اهلين اختي تفضلي 1800 معي بلدي ومعي ما وردي ومعي ليمون وليمون ساحل ايه خالتي خليكي ورا الباب ايه هدول 18 و518 معي بلدي ومعي ما وردي اعطيني 2000 الله يوفقك روح بيعه انت بلدي صفيان هالكيسين نقي واحد منهم 16800 25 و500 هذا 14 و386 جرام الله يعوض عليك ايوه يلا هاي السلام عليكم خذ لك في عنا لسه بضل ابو صره وكيس واحد ليمون هذا ما وردي كثير بلدي كيس. بلدي بدك عيني هدول 14 كيلو 700 26500 26 خلص الله يعوض عليك عمي ان شاء الله هنا وين حط لك اياهم وين حط لك اياهم انا بعرفكم انتم اذا ما اشتغلتوا وبعتوا ما في رزقه ورحمه ابوك وابي بنتي صلت 3 ايام ادنى وحلقه
ما معي اخذ على الدكتور. ما معك اخذ على الدكتور؟ قاعد صار لي 4 ايام قاعد، اليوم لفزي. كمان انت مريضك انت؟ لا بس مطر، انا بالمطر ما فيني اطلع. ايه صح صح، اليوم لفزينا على الشغل. يعني انا هلا بالشتاء بشتغل يوم بقعد 50. اجواء المطر والبرد عم يسلموا عليك، اجواء المطر والبرد ما فيني اطلع انا، بيضحي الطعام، والزبون ما راح يشتري. هلا اذا كابس المطر وانا واقف بالبردان، ما راح ينزل يشتري بردان يتشتش. اكيد اكيد. اقعد ما بشتغل، لا يصحى الجو رد. هلا 3 ايام اللي مضوا ما اشتغلت لليوم. هلا بنتك مريضه؟ انا عالي عند بنتك، بنتك مريضه ما جبت لها ادويه؟ ما معي والله ما جبت لها. طيب هلا شو رايك نخلص؟ لا تامت خيرك، اليوم اشتغلت، هلا شو الله رزقني بجيب لها. السلام عليكم. السلام عليكم. بس قصدي يعني انه مثل ما عم تحكي كل يوم بيومه، اذا ما اشتغل الواحد ما هو هي المهنه اللي انا عم ضوي عليها. الرب بردان 1800 البردان. هاي ايه. الدرج تبع الجبال. ايه شفتهم. اول درجه من درجاته بيت. بيتك هونيك. ايه. حشربني كاسه شاي ولا لا؟ قيمت ما بدك. خلص صلي الشرف والله. دخيل عينك. يلا بدبرها الله. اول التهاب لوزي. قد ايه عمره؟ صف ثاني. صف ثاني. هو عم فكر اخذ على العفان. 7 مسكين. يلا. خلينا نبيع الرزق لنشوف يلا. روحي جميلة. واركب الحنتور. ترقن ترقن. وحنتر. ترقن ترقن. ماني حافظ غيرك. وحجيب الجو بتاعي. بوردي يا حسان بردان. 1800 ليرة البردان. تفضل تفضل. حلو كله مي البردان. 1800 ليرة البردان. بوردي يا حسان بردان. بردان ايه؟ تعال تعال. اركض. لك اركض. تفضل حبيبي تفضل. بدك شيء؟ باي حبيبي. سيد صرباء لو كسرنا له الباب لنشتغل شهرين انا وياك. لا ان شاء الله لا. طبعا يا عائلة الاكابر اشترينا انينة مي واشترينا 2 عصير 15000 ليرة. بده يصف له على اليسار. عندي امكان. بكره بروح هون بيسالوني عليكم. هات هات. هاي مليان كل الرزق واحد. هذا يا معلم 13 كيلو و300 جرام 24000 بالضبط. وين حط لك اياه هون على الميتور؟ لا 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 خلص خلص مش محاولات. يلا سلمه. وهي ساحة القصور يا عائلة الأكابر. طبعا غنية عن التعريف هون. ليش هالساحة يا حزركم مشهورة بمدينة دمشق؟ شهرت سبب هالساحة هنن هالمحلين بروسد القصور والأغر. بروسد القصور من المحلات اللي بتعمل يعني فروج بروستد أو مشوي 500 نجمة، وجنبه الأغر محل شاورما كمان ببيع شاورما طيبة. عنا بردقان بلدي وعنا بردقان ماء ورد وعنا ليمون. أنا أعطينا بردقان. بردقان ماء وردي. ماء وردي ولا بلدي؟ ماء وردي للعصير. ها هدول 28000 ليرة بالضبط، طلعوا 15 كيلو ونص. يلا ها. يلا 1800 والله. طلعت انا الوحيد بالبلد ما بعرفها. انا معلم. ايه شو عم نقول لهم؟ شوف سبحان الله كل العالم بتعرفك من ورا الشاشه. انا تعرفت عليك. دخيل عينك، هذا الشرف الي طبعا. والله العظيم انا كل حدا بصور معه حلقه بصير رفيقي يعني. والله الا الشرف. بدي اقول لي بيطمن علي بيطمن علي بيطمن علي. كل ما كان معي وحدات لحدت. دخيل عينك. كفو. الله حياك. 18. الله يعوض عليك. الله يعوض عليك. يا رب. الله يرزقك. آه. خليني وين حط لك اياهم عمو؟ هلا في بس هذا التلفزيون ده. لا لا والله يوتيوب. شيك تفضل معنا. يعني شو بدي اشوفها؟ على قناه ديالا وارف. ما بتعرفونا؟ لا لا. ها بيعرفنا هون. دخيل عينك. وين حمل لك اياهم عمو؟ والله ايديك. لا لا خلص. وين وين على محل هنيك؟ تعال احل لك اياهم. تعال عمو. الله يعينك بالشتاء بهالبردات وبالصيف وبالصيف. الصيف بتفكرني سنغالي يصير اسود. وصلنا عند الاكابر على ساحه السبع بحرات وحنروح هلا على الطريق شارع العابد صالحيه شعلان. انا عم بقول لكم وين بدنا نروح بس بصراحه احيانا بيجي زبون بيغير لنا كل طريقنا. والله انشهرتي يا جميله اخر ايامي. ما شاء الله العمر الطويل لجميله والعمر الطويل لك ولاولادك ولعائلتك ولاحبابك. 1800 البردان. 1800 يا بلاش. هذا شارع العابد. هذا شارع العابد. ايه دي شو بتقول لك؟ دي 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 مثل الدي. دي حلو. هي مقهى قهوة الروضة غنية عن التعريف. ما في ممثل بسوريا مو جاي لهون. كانوا يسموه قهوة الممثلين، هلا صاروا بدبي شي بلبنان شي هون. الدنيا اختلفت. انا المرة الجاية ما بقى اطلع بدون كفوف بالمرة. منيح لحقنا حالنا وجبنا طاقية. وشكرا على السلوك. صحيح على راسي اخي. كل مصلحه لها بريستيج. ايه طبعا. اذا ما لبست سلوك وكسريه وكذا. ايه طبعا اكيد. بيبين منظر جيل واحد اكيد. روحي جميله وقع لا ترعبها.
تعال بردانة، تعال بردانة، امسكها امسكها. ها السلام عليكم. كله باسمك بينادي له. ايه بس يشتري يشتروا علي الطربات والعايز غير كوكب. اي مشان تشوفوا يا عائلة الاكابر بيمرقوا سيارات عم يسلموا علي بس ما عم يشتروا، فما تقولوا ايه عم يشتروا من عندك لانه بيعرفوك. كثير انا كنت اسمعه اقول لهم والله مو هيك القصه. لا هذا الجامع كثير مشهور اسمه جامع فضل الله، تاريخي تاريخي يعني لاكثر ما تتخيلوا. وهي ساحه المرجة المعروفه 10. هذا كله ما وردي. هاي 20، هاي 20، هاي 25، وهي 25، هدول 28 و 300 28 امرك. الله يعوض عليك، الله يعوض عليك. وهي هداك حسابه عطاك عطاك 27 ان شاء الله. يلا بسيطه تاريخ ما بتعرف وين بتجرس. عم اقول لك 1500 بنخسره له. الله يعوض عليك، الله يسامح عليك. خالتي هدول اشترى لك ياهم الزلمه، تفضلي على حب النبي. يلا حبيب قلبي خديهم وزعي منه لقرايبينك. قولي يا رب. هدول طلعوا معلم 18800، 18500. 1800 البردان، 1800 البردان. عبي لك ب 2000، 1800. تعال انزل شوفه. ساحة المرجة نفقنا تقريبا يعني ضل كيسين ثلاث اكياس ما ضل شيء يعني الحمد لله. 1800 البردان، 1800 البردان. ابصر راح اسال بردان. احنا صرنا مطلعينه من الساعة 8 الصبح تقريبا، صارت في الساعة 5 5 وشوي عوفت معه الحمد لله، بعنا رزق منيح الحمد لله رب العالمين. هلا بيبان معنا بالحسابات، فرح نرجع هلا عند السيد هشام يلي هو صاحب الرزق يلي اشترى الرزق ونشوف شو طلعنا مصاري ونتحاصص يعني. فخلوكم معنا. من 10 قديش انا باخذ من 10؟ 8 من 10. 8 لبين ما تاخذ على الكارما من هم ما كمان تعلم على السواقه. هذا على السواقه هي نقطه لحالها ونقطه لتعلم على الكار اكثر. 1800 البردان بعت مساء، 1800 البردان بعت مساء، 1800 البردان. هذا المحل ما احلى تصور كان من هون. ايه من هون، ايه من هون، من هون عيدك ايه بدغري. السلام عليكم دخيل عينا. الله حيو الله حيو الله حيو. هون لقدام والله 20 متر لقدام. تعال طول نتصور. تعالوا في مسلسل وين ارنت صاحبه لجميله؟ على استراد العدوي والله. بدك تروح تودي له اياه؟ اي والله بطلع على بيتي. اعمل له فرام ارجيهم بس لعيله الاكابر شلون فرام هذا مشان ما يتحرك لا يمين ولا شمال. احنا طبعا ثبتنا هون جميله مع العرباية مشان ننزل الرزق للاستاذ هشام يلي هو صاحب البضاعه كلها ونقول له ما تفرق انا متليلي اخف انا معلم بحمل كلهم هدول بيد وحده. ناخذ المي شرف. هاي اخر خطوه عاد الاكابر بنحط نحن شو زاد معنا بضاعه بنحطهم بمحله ومنتحاسب. السلام عليكم كيفك استاذ هشام شو اخبارك؟ العافيه. هاي هدول يا معلم اللي زادوا حبيب قلبي خلي لي اياك. ما اهلكنا اليوم لا ابدا انا ابو قصي ولا تعبنا. لا في ناس نحن راعيناهم في ناس ايه هلا بنحسب كل شيء بنعد الغله وبنخرج منهم هدول وبنحسب وبتشيلوا تاخذوا النسب والهي طبعا بنشيل اول شيء اجار الطنبور. يلا يا عائلة الأكابر هلا من بعد كل هالحسبة والمصاري والتجميعة هذا الرأس مال يلي هو نحط اليوم حق البضاعة ككل وهي 60,000 ليرة لجميلة للطنبور وهدول طلعوا 123,000 ليرة سوري. طبعا هي 123,000 ليرة سيد هشام ناقص منهم 80% متفق مع أبو قصي إنه ياخذ هو نسبة أبو قصي 80% والأستاذ هون سيد هشام بياخذ 20%. قديش يعني طلع له هلا للسيد أبو قصي؟ هي 99,000 هو اخذ مصرياته 24,000 والله يعوض عليه. طبعا باركنا فيه. بدي اتشكر كثير السيد هشام انه حتى هو مستاجر المحل هون وبس ابوه بيحبه لابو قصي توصى فيه الله يرحمه وتوفى والده الله يبارك فيه فدائما بهالشكل اليومي. و99,000 كون تعرفوا شغله انه ابو قصي مثل ما سمعتوا يعني انه وقت ينزل مطر ما بيشتغل يعني ممكن 3 ايام ما بيشتغل بالاسبوع. فالله يرزقك يا عمي ابو قصي وفرصه سعيده صارت لك. باركنا فيك ابو عرب قلبي حبيب قلبي الله يسلمك.
حنطلع ناخذ بنته على الدكتور نشوف شو مشكلته وهيك، بكره حنجي لعندك نشرب كاسه الشاي. تمام، فبشوفكم بكره يا عائله الاكابر. شكرا كثير لك يا عمي هشام، والله يرزقك. باركنا فيك، الله يرزقك يا رب. الله يرزقك يا حبيبي. السلام عليكم يا حجي، انبسطت فيك كثير انك بتتابعني والله حبيبي يا عمو. معلش عنك هيك عنا صغيره. خليلي اياك يا حبيبي، خليلي اياك. يلا بشوفكم بكره. ايه بحبكم، تفضلوا. وعتمت على الوقت، ما ننسى نودع جميله. شكرا جميله اليوم، شكرا شكرا كثير على اليوم حبيبي. بكره لابد انه نجي نشرب عندك كاسه شاي. لك الله يخلي لي اياك يا ابو صهيب. نحن صرنا باليوم الثاني يا عائله الاكابر. امبارح بالليل التهينا بالبنت، اخذناها على الدكتور وبحب طمنكم انه امورها تمام. هلا اليوم نحن حابين نطلع عنده نشرب كاسه شاي ونشوف وين ساكن بالضبط وكيف عايش. وكمان بيني وبينكم امبارح وعدته انه نشربه عصير افوكادو، فرح نروح هلا نجيب عصير ونطلع لعنده. فتعالوا معي. شرف دوما اندكس. السلام عليكم. مرحبا مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ بدي عصير افوكادو كبيره وبدي صحن سلطه فواكه لاربع اشخاص، كمان يكون بقلب افوكادو. تمام، يا سلام عليك. يلا تمام، من تعلمنا يلا خلص نظبطهم نلفهم معناتها. يلا شكرا، سلم ايديك يا رب. جينا يا عائله الاكابر نشتري للبنوته شويه هيك مستلزمات مدرسه، بركي هيك بتفرح فيهم. يلا تفضلوا. كيفك عمو، شو اخبارك؟ طبعا ما بخبركم هي المكتبه من انا وقت كنت هالقد، لا يعني اعلى بشوي، صف اول يعني، كنت اجي لهون تجيبنا الوالده تشتري لنا اغراض. بدنا هيك كم قصه لبنوتي صف ثاني بالمدرسه، نشتري لها اقلام، الوان تلوين، اقلام تخطيط، هيك هدول القصص يعني. هي بتتسكر من هون وهيك. فهمت عليك. هي هيك خلص. لا احسن هيك خلص، هي تنتين. حلو. طب خلص بس اعطيني ازرق من هدول وناخذها تشكيله الالوان. خلص دفتر رسم عمو، الوان وكذا وهيك، وهي مقلمه. بس اعطيني محايه لحال الله يوفقك. سلم ايديك عمو، بس بدنا كيس كبير نحط فيه الاغراض. يلا حبيبي، السلام عليكم. شكرا. هلا يا عائله الاكابر رحنا رايحين لعند ابو قصي على ساحه شمدين عشان يطلعنا لعنده على البيت. تفضل يا رب. ابو قصي كيفك؟ شلونك عمي؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم. هذا اللي حيطلعنا لعندك؟ يلا تفضل من بعدك معلم، طلع. يلا ها، شلونك عمي ابو صاي؟ الله يخلي لي اياك، طولت عليك. والله نورتك من حبيب قلبي، الله يسلمك. قريب مقام 40 مطرح ما قلت لي بيتك. طالعنا على الحاره بيصفى درجات بيتي، بس يعني شيء 50 درجه بتاعتي. بسيطه معلم، متحملك لقان طبعا. يلا شكرا كثير، يعطيك العافيه. هي بشكل يومي بتجي لهون هيك؟ لا ساعه. الله ما عاد اذا بدك تنزل تجيب اكل للاولاد. الله بعين. يلا نطلع هدول هدول 50 درجه اللي عم تحكي عليهم. يلا طلع طلع والله. طلع فين بعدها؟ لك من على اليمين. ما بيصير. سلم مرحبا عمو. وين رايحه بابا؟ وين رايحه؟ يلا اطلعي بابا. يلا اطلعي حبيبتي اطلعي. كيف صرتي اليوم؟ الحمد لله. يلا من على اليمين. يلا يا يلا ها. هاي المي من وين جاي؟ من فوق. يلا هذا بيتي. يلا 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 تفضلنا. ها السلام عليكم. ها نحن ما بدنا نطول عليك معلم، كاسة شاي لك حبيب قلبي. الله يخلي لي اياك، انبسطت بشوفتك اليوم كثير. هذا الببو الله يخلي لك اياه. قد ايه عمرك قصاي؟ سنة إلا كم يوم؟ يلا ها تعالي ارجيك شو جبت لك. هي لأنك أنت بنت، سمعت من أبوكي امبارح بالشغل إنه أنت كثير شاطرة بالمدرسة، وهي سمعت امبارح من أبوكي إنه أنت تحبي تخططي، صح ولا لا؟ هي أقلام تخطيط. لا هي حبيبي 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 قلبي حبيبي قلبي. يلا كاسة شاي بدنا. على راسي لك دخيل عينك. انا شاي مو حكينا امبارح بالفيديو قهوه شاي طالعت الغاز عم يودي.
خلص امرك. هاي الغرفه وفوقك فوقي غرفتك فوقك هون بالضبط امك واختك. ده والدي حتى والدي يعني انا عم بشتغل بهذا. قلت لي من 30 سنه وانت الوالد يعني راعي شواري. هذا الوالد يلي ورتك ياها المهنه. كنا ناجر خي وين مصلحتي وين معلم يعني. هي هون مصلحة هي هواية لأنه الشيخ الكار أنت. مرحبا مدام كيفك؟ مرحبا مدام شخبارك؟ وهذا المطبخ هون والمنتفعات والحتواليت. وين صار التواليت؟ حمام هون. وين صار؟ برقى على إيدي اليمين هون بتتحمموا و... هذا حمام وانت أكبر قدر هون التواليت. أوكي يا أم قصي، بارح جوزك قال هو بحياته مو شربان الأفوكادو. دوي أبو قصي الشربة يلي مو شربانة بحياته. هاي اسمها أفوكادو ثواني. هاي مع شلموني كمان روح. دو مثل الكوكتيل يعني. أيوة مثل الكوكتيل هيك بس إنه يعني مغذية هي بيقولوا. يقولوا كوكتيل ليش أفوكادو؟ هي لأنه بقلبها أفوكادو. رابطة كوكتيل. يعني حبيته ولا ما حبيته؟ والله إذا بتكون سمني داخل. لك دخيل عينك. منيحة. منيحة. ان شاء الله ولا وانا افضل كولا اي تبع العشرة. ان شاء الله الف صحه طيبه. مين بيبيعوا منها هاي محلات الكوكتيل؟ له عصير. قل له اعطيني عصير كوكتيل افوكادو. يلا تفضلوا. يلا باي مدام. باي باي ام قصي. لا مشي الحال. ها يلا تفضل عم قصي. خلينا بعرف تفضل بس تشوف الشام فرق. يلا تمام. اي شلال عندهم هلا ابو قصي. هاي خضار فكر حالك اوروبا. هذا هون عائلة الأكابر مقام الأربعين. وهي هون أحلى منظر ممكن تشوفوه لمدينة دمشق. إيه والله يا سلام. لا بالعكس الله يسامحك حبيبي. أهلا وسهلا شرفت عليك يا أخي. بعدين جارنا انت انا ما جيت. دخيل عينك. اي والله تشرفني انت ما اجيت. وهيك عائلة الأكابر وكونوا نحن وصلنا لنهاية الحلقة. مثل ما شفتوا هذا وضع ابو قصي. لا براد لا غاز. يعني فعليا هو اخر بيت هون بالجبل. انا من ناحيتي عائلة الأكابر ما راح اقصر مع ابو قصي. وانتو كمان ان شاء الله ما بتقصروا معه مثل ما عملتوا مع جمعة. راح اترك لكم كمان رقمه الكامل لحد يتواصل معه واتساب. حصرا اتصال لانه موبايله ما بيتحمل. بتلاقوه بالتعليق الاول المثبت. بتمنى يا عائلة الأكابر اذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتتركونا تعليق لطيف. انا الكوتش وارف وشوفكم ان شاء الله بحلقات جديدة ومهنة جديدة. سلام. يعطيك العافية حجي.